والتوصيات، والتي تركز على استدامة مساهمتها في هذا القطاع المهم، وبما يتسق مع سياسات مملكة البحرين السباقة على صعيد تحقيق أوجه تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. الحضور الكريم، لقد كان لتنوع البرامج والنشاطات التي أشرفت على أعمالها اللجنة العليا وقامت بمتابعة تنفيذها اللجان الفرعية أثر كبير وواضح على موضوعية التوصيات التي تم استخلاصها، سواء من خلال تنفيذ المؤتمرات والمنتديات العلمية ومجموعة التركيز المتخصصة التي شارك فيها عدد كبير من الباحثين وأصحاب الاختصاص والخبراء لمناقشة موضوعات ذات علاقة مباشرة بما يهم المهندس البحريني، أو من خلال تنفيذ الدراسات العلمية وتحديث قواعد البيانات والإحصائيات التي نجدها خير أداة لتحليل وتقييم الواقع، تمهيداً لتطوير المنظومة التشريعية والإدارية والخدمية. وإننا لنتطلع إلى أن تسهم مخرجات برنامج عمل يوم المرأة البحرينية في الإسراع من وتيرة تقدم المرأة البحرينية في المجال الهندسي بتخصصاته الواعدة، نظراً إلى التطورات المتسارعة التي تشهدها المهنة والتي تستدعي اتخاذ العديد من التدابير الاستباقية للحفاظ على أعلى مستويات التنافسية لليد البحرينية المساهمة في الاقتصاد الوطني. وهذا أمر جعلنا نحرص على مشاركة الشباب في أغلب نشاطات هذه المناسبة، للاستماع إلى وجهات نظرهم وتفهم تطلعاتهم، ولتعزيز مشاركتهم في هذا المجال الواعد. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأؤكد أن جميع الجهود مسخرة من أجل التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة لتحقيق رؤيته الثاقبة والقائمة على الارتقاء بدور ومستوى المرأة البحرينية وتمكينها في مختلف قطاعات العمل. وفي الختام، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من يقف وراء إنجاح البرنامج السنوي للاحتفاء بعطاء المرأة البحرينية، وإلى من شارك معنا لتتويج جهود عام متواصل للاحتفاء بالمرأة البحرينية المهندسة في هذا اليوم، من مؤسسات رسمية وشركات وجمعيات وباحثين وإعلاميين ومهندسين ومهندسات عملوا بكل جدية وإخلاص وبروح وطنية وإيمان راسخ بالدور التنموي الفاعل للمرأة البحرينية وأهمية مشاركتها في مسيرة النماء والتطور في مملكة البحرين. كما أشكر أعضاء اللجنة الإشرافية العليا واللجنة التنفيذية برئاسة سعادة الأستاذة هالة محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة على تعاونهم المشهود وجهودهم المقدرة والمتصفة بالمهنية العالية، وما أظهروه من حرص دائم على أن يكون تقدم المرأة البحرينية نبراساً مضيئاً لمسيرة تنميتنا الوطنية. وكل عام والمرأة البحرينية بكل خير في ظل قيادتنا الحكيمة ورعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن يتفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الإشرافية العليا ليوم المرأة البحرينية 2017 نائب راعية الحفل بتكريم نخبة من مهندسات البحرين في المناصب القيادية ومواقع صنع القرار الرائدات في مجال تأسيس وإدارة المكاتب الهندسية وأوائل الخريجات في التخصصات الهندسية واستدمنا العمل الهندسي. أولاً، المناصب القيادية ومواقع صنع القرار المهندسة مريم أحمد جمعان.
المهندسة عفة رضا حسين. المهندسة بتول علي عبد العال. المهندسة هدى عبد الله فخرو. المهندسة منى جاسم المطوع. المهندسة أسماء جاسم مراد. المهندسة نوال يوسف العمادي. المهندسة الدكتورة هبة نايف حرارة. المهندسة منى سيد علي الهاشمي. المرحومة المهندسة هما محمد أسيري، ويتسلمها بالنيابة أختها السيدة منيرة محمد أسيري. المهندسة كريمة عبد الهادي رجب. ثانياً، تأسيس وإدارة المكاتب الهندسية لمدة لا تقل عن 15 عاماً. المهندسة شهبان أحمد شريف. المهندسة شهيرة محمود زينل، ويتسلمها بالنيابة ابنتها المهندسة ريم محمد. المهندسة هدى حميد صنقور. المهندسة غادة حميد المرزوق. المهندسة خاتون أحمد الأنصاري. المهندسة مرجان عبد الرسول حبيب، تتسلمها بالنيابة عنها بنتها. المهندسة خلود محمود أكبري. المهندسة منار محمد سرية. المهندسة ندى حسن أحمدي. المهندسة غادة محمد السيد. المهندسة مريم محمد العباسي. ويتسلمها بالنيابة عنها ابنها. ثالثاً، أوائل الخريجات من مختلف التخصصات الهندسية والاستدامة في مزاولة المهنة، ونبدأ بمجال الهندسة الكيميائية المهندسة ليلى أحمد شمس. المهندسة هند عبد العزيز بن رجب. المهندسة رنا محسن سلوم. المهندسة زهرة أحمد كريمي. المهندسة سوسن محمد تقي. المهندسة نعيمة ميرزا رضا.
المهندسة سمية عبد القادر يوسف. المهندسة فاطمة صالح كمشكي. ويتسلمها بالنيابة عنها ولد. المهندسة رشا حسين المسقطي. المهندسة سمراء علي من فردي. المهندسة فائزة أحمد صالح. مجال الهندسة الكيميائية، المهندسة بدرية مرزوق المرزوق. المهندسة حنان حسن المسقطي. المهندسة منى عبد الرسول الزيرة، وتتسلمها بالنيابة شهربان أحمد شريف. المهندسة نوال أحمد المرزوق. المهندسة زهوة محمد الكواري. المهندسة فضيلة عبد الله الحداد. مجال الهندسة المدنية، المهندسة زبيدة علي الهاشمي. المهندسة نسيمة أحمد المرزوق. المهندسة إيمان مالالله الأنصاري. المهندسة نبيلة عباس خلف، ويتسلمها بالنيابة السيدة هدى فخرو. المرحومة المهندسة سوسن علي أكبري، ويتسلمها بالنيابة أختها سمين علي أكبري. المهندسة أنيسة أحمد سلمان. المهندسة شيخة محمد القوتي. المهندسة هند محمد بوشيري. المهندسة وداد منصور نعمة. المهندسة فاطمة محمد يوسف، محمود يوسف عفوا. المهندسة منيرة صالح كمشكي. يتسلمها بالنيابة ابنها.
المهندسة هدى سلطان فرج. المهندسة الشوقية إبراهيم حميدان. المهندسة هناء حسين مهدي المسقطي. المهندسة نزهة عبد الله بوهندي. المهندسة صبا كاظم العصفور. أما الآن في مجال الهندسة المعمارية، المهندسة لولوى يوسف الخاجة، المهندسة مريم حسين اليحيى، المهندسة رجاء يوسف الزياني، المهندسة وديعة مرزوق أحمد،